نرحب وسعيدين بهذه الاستضافة الخاصة لأول مرة في حلوة يا دنيا مع الفنانة والمؤلفة الموسيقية العراقية السويدية نادين الخالدي. أهلا وسهلا فيك. أهلا بكم، صباح الخير، شرفتينا. وأهلا وسهلا فيك. بالأردن أصبحت الزيارات متكررة ودائما بنشوفك عم بتنوري الأردن، فأهلا وسهلا فيك. أهلا بكم، شكرا. هذه أول مرة من السنة اللي فاتت، فتقريبا سنة وشهرين آخر مرة كنت هنا بالأردن مع فرقتي. الوقت يمر بسرعة. أهلا وسهلا نادين، صباحك سعيد. قبل ما نبدأ بالحديث طبعا عن نشاطك، عن عملك، أيضا بنذكر الفريق الموسيقي طرا باند أو طرب باند، أهلا وسهلا. بس نعرف يعني تواجدك في الأردن، وهالأيام الأسئلة صارت غريبة لما بتشوف شخص تقول له والله موجود في البلد فلان، مسافر بسبب ظروف كورونا. صحيح. فإذا بتحكي لنا عن سبب تواجدك في الأردن اللي هو من حسن حظنا اليوم أنت. ومن حسن حظي أنا أيضا، ومن حسن حظ طرباند، ولكن هم مش موجودين بس بيبعثوا لكم سلام أكيد. هلأ إحنا يعني الوضع العام في العالم كله كموسيقيين وكفنانين وخصوصا موسيقيين، كل أعمالنا توقفت، كل جولاتنا الفنية في السويد وفي الوطن العربي أيضا مع الأسف توقفت وألغت. فأنا ما أحب انه طرب باند يكون مختفي عن الاضواء، بس انا ما فيني اجيب الباند كله معي لعمان. بس هلا لانه انا متواجده هون عند تخطيط للسنه الجايه مع المانجمنت، اداره اعمال طرب باند مدفعي مانجمنت، لحتى نخطط للفعاليات السنه الجايه في الوطن العربي مع طرب باند اكيد. نادين، طبعا شفنا كل الفعاليات الفعليه اللي فيها تواصل مباشر مع الجمهور الغيت، مش بس بالاردن ولكن ايضا بكل دول العالم، لكن شفنا بأنه الفرق أو الفنانين المميزين استطاعوا أنه يثبتوا أنفسهم عبر الأونلاين، عبر هذا التواصل مع الجمهور. فكان في إلك فرصة وكنت من الأوائل بأنك فكرتي بهاي الفكرة الذكية والخلاقة مع بدايات كورونا. كنا متشوقين للموسيقى، يعني بدنا حفلات، فقدمتي أونلاين. صحيح. يعني أوجه الشكر الكبير مرة ثانية لإدارة أعمال طرب باند في الوطن العربي مدفعي مانجمنت. كانت فكرة أنه على طول نطلع بلايف ستريم اللي يعني شاهدوا كثير من يعني محبين طرب باند في أوروبا، في السويد، وأيضا في الوطن العربي. وهذه كانت أول مرة أيضا إنه إحنا نعزف كونسرت كامل بدون عازفين الإيقاع فريدريك وفالتر، لأن هم كانوا في ستوكهولم، وكان في وقت يعني انتشار كورونا كان كتير سريع وكبير في ستوكهولم، فما استطاعوا أن يجوا على مدينة مالمو ليشتركوا بهذا العمل. بس أكيد استمتعنا به، وأكيد يعني جمهورنا كان معنا حتى لو ما كان معنا بالمسرح، فهو دائما معنا بقلوبنا، وكان التواصل كتير كتير حميمي وحلو مع جمهورنا. نادين، جاء وقت الموسيقى والغناء، يعني نترك لك حرية الاختيار لنسمع اليوم شيء معزوف وأيضا مغنى بصوتك، وقبل ذلك تفسري لنا الآلات اللي معك. الأول عرفناه بالشكل بس ما عرفت المضمون. أنا المضمون يشرفني أنه أنا أعزف على جيتار الأستاذ الكبير إلهام المدفعي. يا سلام. لأنه ما يعني لما جيت من السويد استطعت أنه أجيب آلة واحدة معي بس على الطيارة، وهي المندول، آلة جزائرية. بس يشرفني أنه أعزف على آلة واحد من يعني. طب سؤال تاني، هذا رح تتركيه هون ترجعي أستاذ إلهام؟ هذا ما بيرجع. اسمه الأستاذ إلهام. ما بيرجع. ولا قصدك إنه أنا أخذه معي يعني. خلاص. شوف، إلهام المدفعي أنا اكتشفت أنه ما كان عمري 16 سنة أو 17 سنة، كنت ساكنة في كنت يعني عايشة في العراق، وهذه كانت يعني من أول الموسيقى العربية، إنه ممكن أقول لك إنه كانت بتعبر عن أفكاري الموسيقية وأرائي أيضا كإنسانة أنا وأصدقائي في ذلك الوقت. فأنا شرف كبير لإلي إنه بعد مرور هاي السنين كلها إنه أعزف على جيتار الأستاذ. يلا خلينا نسمع. نادين تفضلي. alright. أغاني العراقية والعربية اللي أنا غنيتها في السويد باللغة العربية. حبيبي
سلام. نادين ممكن نضل نغني وما نحكي لما نسمع ممكن. هذا الصوت بصير الحكي صعب. تعرفي أنا السنة هذه كل عزفنا كلها على بعض 8 كونسرت، فبحس حتى يعني خامة صوتي تغيرت من أنه أنت بتغني يعني من 80 إلى 90 كونسرت بالسنة إلى أن تغني 8 فقط أو 7. بتكوني متشوقة متلهفة كمان أنه بس أنه خامة الصوت بتتغير أيضا. بلاحظ أنه طبقة الصوت يعني فيها بحة أكثر، يعني مش أنه لأنه ما بتمارسيها بنفس الطريقة كل يوم. صحيح. طيب. نسألك عن طارة باندو، تأسيسك لهاي الفرقة لما انتقلتي للسويد، اللي بعرفه ممكن صححي لي هاي المعلومة إنه أنت بداياتك كنت تغني باللغة الإنجليزية، ما كنت كتير تنتقلي للشرقي. صحيح. بعدين التفتي لهذا الموضوع وأقنعتي أعضاء الفرقة الموسيقية اللي موجودين معاك اللي بيعزفوا على مختلف الآلات بإنه تغني أو تقدموا هاي الأغاني ما بين الشرقي والغربي. هو اللي صار إنه أنا لجأت للسويد في سنة 2001 وبدأت بدراسة اللغة السويدية ويعني كتابة موسيقى أو أغاني باللغة الإنجليزية وشوية شوية باللغة السويدية أيضا. الموسيقى العربية مثل ما ذكرت قبل قليل يعني إلهام المدفع كان يعني الموسيقى العربية الوحيدة وفيروز اللي كنت أسمعها في العراق. دراستي في العراق كانت على آلة الكمان الفايولين، وكانت كلاسيكال وسترن أو موسيقى غربية، فما كان في يعني ما كنت مشدودة كتير أو ما كان في اطلاع كبير على الموسيقى العربية بصورة عامة. ولكن التقيت بموسيقي اسمه غابرييل هيرمانسون وهو مؤسس طرباند معي أيضا، وبدأنا نعزف موسيقى مع بعض وآلات مختلفة، ويعود الفضل له يعني بشكل كبير على يعني حتى تعلمي للآلات الوترية. وبدأنا نغني باللغة الإيطالية بالإسبانية باللغة الفارسية والعربية. وبعدين هو حس أو اكتشف وخلاني أنا أيضا اكتشف إنه قلبي يميل أكثر للغناء باللغة العربية لغتي الأم. فتقريبا ممكن أقول هو اللي أقنعني أنه أغني باللغة العربية. وبنينا طرباند على هذا الأساس. ولقيت أنه في ردات فعل إيجابية برضو من الجمهور، يعني أنت بتقدمي بأوروبا بتقدمي أمام جمهور أجنبي. طبعا يعني الجمهور السويدي كتير هادئ، فأنت لما بتعزفي في أي قاعة في أي مسرح في السويد بتحس أنه في شيء غلط لأنه ما في تفاعل، بس بتكتشفي بعد فترة أنه هم ما بدهم أنه يعني يوشوشوا أو ما بدهم إنه يعيقوا مسيرة الكونسرت، فما بدهم they don't wanna bother. شوف الثقافة يعني. كيف شوف الثقافة. قصدي حتى تسقيف أنا أحياناً إنه بقول يعني بشجعنا نسقفوا على أغاني معينة وهيك هم يعني بيكونوا خجولين، بس هذا احتراماً للموسيقى لأنه بيحبوا يسمعوا أكثر، هذا يعني طريقة تقييم الموسيقى. وجعتي يعني. قلبنا وجعتينا لما بنشوف هيك نماذج في العالم يعني متقدم جداً. التفاعل كله مسموح، يعني إذا كان بالتسقيف إذا كان بالغناء جماعي إذا كان بالبكاء بالثقافة بالنهاية. ما هذا كمان هذا شعور إنساني وطبيعي وتلقائي، فإنه كل شخص له طريقته. عندي سؤال إنه في مصر بقيتي تعزفي أكورديون مزبوط؟ أوه كيف عرفت هالمعلومة؟ طيب. صحيح لما كنت طفلة. شو كيف تعلمت الموسيقى؟ هلا رحتي لمصر اعتقد بظرف بسبب الحروب في التسعينات بالضبط، والدتي كانت بعدين تعلمت الموسيقى في العراق رسمي ولا بالضبط في فترة الثمانينات في العراق. هلا الموسيقى الأوسع يعني تعلمتيها في 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 وساعها، تعرفتي إلى آلات مختلفة اللغات وغيره، كان في السويد. صحيح. الباب الكبير. صحيح. بس إيش اللي وداكي على الوتري إذا أنت يعني أناملك معتادة على الأكوردن، والآن يعني مع احترامي لكل الموسيقيين الآن من الندرة إن نجد عازف أكوردن. صح. صحيح. هم صاروا قلة. قصدي أنا بدأت على آلة الكمان الفيولين وهي آلة وترية أيضا في العراق كطفلة. آلة الأكورديون ما بعرف تفصيل تركيبة آلة الأكورديون، بس أكيد فيها شيء مشابه للأوتار، بس هي مفاتيح. صحيح. والدتي كانت بتعزف بيانو، فيمكن لذلك انشدت إلى بعدين عزفت ماندولين أيضا. يا سلام. في مصر. بس في السويد مرة ثانية لقائي مع غامبري، اللي هو كان عازف جيتار بروغريسيف روك وكان بيعزف أيضا وما زال موسيقى فولكلورية سويدية. ففكرتنا في طرباند إنه إحنا ممكن نعطيك يعني صورة الصوت تكون واسعة وضخمة بآلات وترية، مش بآلات إلكترونيك أو إلكترونيك بيتس أو هيك شيء. حتى آلات إيقاع يعني عربية وأندلسية وفارسية أيضا، اللي فالتر وفريدك بيعزفوها بطرباند، كاخون داف رق ودربوكا. يا سلام. طيب نادين نسمع كمان إشي من بعد إذنك، إيش تحبي تقدمي لنا؟ نسمع في إنسان كتير متواضع وكتير نبرة صوته اللي كان بيحكي بها كانت كتير هادئة أو بتدخل القلب بشكل سريع. حصل لي الشرف إنه حكيت معه أثناء
خلال هذه السنة أثناء الحظر في يعني في أوروبا أيضا في الوطن العربي. والشيء اللي كنت أجهله إنه هو كان أول من أكبر اللاعبين من العراق، لاعبين كرة القدم اللي وصلوا العراق إلى كأس العالم. إلى العزيز أحمد راضي، بشيء أنا أفتخر به إنه هو رفع اسم العراق في العالم. وهذه الأغنية له. نادين شكرا جزيلا. إذا تسمحي لي أحكي شغلتين. المرحوم الكابتن أحمد لما توفى المجتمع الأردني تفاعل بشكل كبير مع مغادرته، هو سبب في فرحة عشرات الملايين من العرب. شخصية رياضية معروفة مرموقة، بس أنا ما بعرف إذا هو بمحض الصدفة الآن اللي أنا سمعته ولا لا. زميلي المخرج سمير حكى في داني لقبه النورس الطائر، ولا أنت فورا الآن تستخدمي التصفير، كان يلقب بالنورس الطائر. أنا أعتقد إن لم يكن مقصود أبداً فروح الرجل موجودة يعني لروح السلام ورحمة الله عليه. شوفي أنت كيف صفرتي كذا مرة، وهو لقبه سمير بيقول لي في داني النورس الطائر. شكرا، فأي صدفة جميلة يعني بتجمعنا. رحمة الله عليه وعلى كل هالقامات اللي قدموا للبلاد يعني. الله يرحمهم. نادين، أنت كمان بتكتبي كلمات الأغاني اللي بتقدميها باللغة العربية، صحيح؟ صحيح. كل الأغاني اللي قدمتيها أنت بتكتبي كلماتها؟ هذه الأغنية على الأخص يعني في شعر أردني ساعدني في المقطع الثاني، بس عادة هي هذه أفكار أنا بكتبها أدونها. ولما بنلتقي بالفرقة أنا وترباندا وأنا جابرييل، فبنحاول نقارب اللحن للكلام، بس أكيد إحنا بيكون عندنا فكرة مسبقة على الموضوع اللي بدنا نطرحه بهذه الأغنية. نعم. نادين، العام الماضي كان في مبادرة طيبة
منك من فريقك من الإدارة اللي معاك إنكم تعملوا حفل موسيقي في مخيم الزعتري. صحيح. وهذا شيء يعني يقدر ويحترم. وما بعرف كمان إذا أنت كمان بتحبي تحكي عن هذا الموضوع، لأنه أنت أيضا يعني تركتي بلادك بسبب الحروب، حتى يعني المرحلة اللي يعني ولدتي فيها نشأت فيها مرحلة خاصة كل يعني بارح أدور عليك في السيفي ألاقي سنتين حلوين مع الأسف، وبعدين لجأتي إلى السويد. فإذا بتحبي تحكي عن هالتجربة هلأ في السويد، حتى مشاعرك في الزعتري. أكيد أكيد. هلأ في السويد أنا بعزف يعني إذا مسارح أو مهرجانات ثقافية، أيضا في مخيمات اللاجئين، وأيضا في المدارس لأطفال، وأيضا لأطفال اللاجئين. ومع تواصلنا مع المدفع مانجمنت أكيد وسفارة السويد في الأردن فكرنا أنه نعمل زيارة لطرباند في مخيم اللاجئين هنا أيضا. يمكن فكرتنا بالفرقة كانت فكرة غير سليمة. احنا توقعنا حنيجي نشوف يعني مزري ومعاناة وكآبة وحزن ودموع، بالعكس وصلنا لهذا المخيم ولقينا الأطفال والنساء الأخص والشباب عندهم يعني شغف ولهفة أنه يسمعوا موسيقى أنه يفرحوا. فما قابلونا أو يعني لقائنا معهم ما كان حزين، بالعكس يعني حسينا أنه هم رفعوا من معنوياتنا أصلا. وهذا إذا يدل على شيء فأكيد بيدل على أنه الموسيقى الرياضة والتواصل الإنساني هذا أكثر شيء ممكن حتى يعني حالتك النفسية شيء يعني تتغير من السلبي إلى الإيجابي. فهذا اليوم يعني من أعظم أيامنا في طرباند. إحنا يعني تفاعلنا مع هؤلاء يعني الأطفال ومع النساء هناك كان شيء كتير رائع، وتقبلهم لإلنا ولموسيقتنا، وتقبلهم أيضا أن يشوفوا موسيقيين أجانب غربيين غير عربيين بيعزفوا الموسيقى العربية ويقدروها بهالشكل. يعني ما عدنا غير أنه نشكر مرة ثانية الموسيقى والرياضة والثقافة لتقريب الناس والشعوب من بعض. أعطيك يا ألف عافية نادين أنت وفريقك. طيب يمكن هيك بقول الناس إذا هلأ بتطلع على نادين بتقول لولا ما طلعت على السويد كانت يمكن ما قدرت توصل لهذا المستوى المتقدم جدا يمكن من الموسيقى، يمكن ما قدرت توصل إلى هذا المستوى العالي والشهرة العالمية لولا إنها وصلت إلى السويد. هل أنت بتوافقي بهذا الموضوع؟ إذا نتخيل مثلا نادين بقيت بالدول العربية، السويد قديش خدمتك؟ صدقيني ما أتصور. صدقيني إلا هذا الموضوع له علاقة بالشخص نفسه ويعني بتوجهات الشخص. في كثير موسيقيين وفي موسيقيات ومغنيين ومغنيات ورسامين ورسامات كثير مبدعين في كل أنحاء الوطن العربي. يمكن أنا اللي ساعدني أكيد إنه مجموعة الموسيقيين اللي بعزف معهم بالسويد عندهم ولع كبير بثقافات أخرى وهي الثقافة العربية، وحبوا يتقربوا للثقافة العربية عن طريق علاقتنا بالفرقة وأيضا بالموسيقى. وأكيد الفضل يعود مرة ثانية لجابرييل ولكل زملائي في طرباند إنه أنا تطورت موسيقيا وتقنيا على آلاتي معهم. والمشوار لسه طويل، الواحد مهما تعلم أكيد يعني ما حيكون يعني تعلم بما فيه الكفاية. الشهرة يعني ما موجودة بأي مكان في عالمي، مش هذا اللي أنا أطمح له أو مش هذا اللي أنا أفكر به. حتى لو طرباند اسم معروف وهذا الشيء إحنا بنعتز به، بس اللي يهمنا أيضا مرة ثانية الموسيقى والتواصل الإنساني مع الشعوب المختلفة. نمتاز في حلوة يا دنيا ميس وأنا بالطمع. أوكي. نريد أن نسمع. أوكي. ماندول أكيد. هذه الآلة جزائرية وبدأنا نعزفها في طرباند. بدأنا يعني نحاول ندخل آلات عربية أخرى وترية. بالبداية كان جابرييل تعلم يعزف عود، فبدأ يعزف عود، وبعدين عزفت أنا آلة وترية اسمها باغلاما تركية أو ساز باغلاما، وبالأخير استقرينا على ماندول الجزائري. أشوفك بعدين في ليلة على شواطئ دجلة والأرض المهجورة تصبح بيتين. امرأة يزيدية من شمال العراق التقطت صورة أخيرة لنفسها مع زوجها وأطفالها ونشرت هذه الصورة على السوشيال ميديا، وكتبت تعليق أنه هذه آخر صورة تجمعنا مع بعض قبل أن نهرب للجبل نساء وأطفال. والرجل بقى مع والديه المسنين، وهذه كانت تقريبا قبل 5 سنوات في شمال العراق عندما احتلت جماعة داعش الإرهابية أجزاء كبيرة من العراق وسوريا. فلكل من تركوا ديارهم بسبب الإرهاب والحرب أشوفك بعدين.
أشوفك بعدين في ليلة على شاطئ دجلة والأرض المهجورة تصبح بيتي أشوفك بعدين في ليلة على شواطئ دجلة والأرض المهجورة تصبح بيتي دلالة مكاني الصورة خريطة بلادي عالصورة حديث الأهالي عالصورة اسمك يا غالي عالصورة وحلمي في بلادي معمورة حروب ومواجع مهجورة وأعلى الموانع معبورة وحلمي في بلادي أشوفك بعدين في ليلة على شواطئ دجلة والأرض المهجورة تصبح بيتي أشوفك بعدين في ليلة على جبل دجلة والشجرة المبتورة تصبح بيتي يا عيني ما أحلى. شكرا. يعني وديتينا على جو تاني. مزبوط البرنامج اسمه حلوة يا دنيا، ولكن هذا تاريخ البلاد للأسف، وإن شاء الله إحنا نقول يعني تنذكر وما تنعاد إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة بالضبط. نادين، إحنا بصراحة سعداء بحضورك في حلوة يا دنيا. كنت ضيفة عزيزة من فترة على زملائنا في برنامج دنيا دنيا، وللمرة الأولى بتطلي على جمهورنا. صحيح. اليوم في يوم جمعة أنا حصل الشرف، ونيابة عن ترباند حصلنا الشرف كلنا. إنه نتمنى يوم ضيوف كاملين تكونوا. أكيد يعني. أنا عم بازف وعم بسمع البركاشن شو عم يازف والجيتار والبيز بس كله براسي. فهيدا ماينس 5 موسيقيين من ترباند. إن شاء الله العام القادم يكون عام خير على الجميع، على الموسيقيين، على الفنانين. نرجع إلى هاي الحياة الموسيقية اللي إحنا اعتدنا عليها والحيوية، لأنه فعلا بهذا الوقت خلانا نقدر كل فعل يعني ببث الفرح والأمل والتفاؤل كل الناس والتفاؤل. احنا بدنا نتشكرك، بدنا نقول لك فعلا يعني انا لما قلت لك انت عالميه، انت عالميه برسالتك الانسانيه. أشكرك. يمكن انت بتختلفي عن كثير من الفنانات، واضح بانك اللي بيتابعك عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشوف قديش انت بتركزي على المضمون والمحتوى. الشكل اكيد مهم، ولكن ايضا محتواك ومضمونك هو الذي وصلك الى العالميه. شكرا. وان شاء الله الى الاستمراريه. شكرا. شكرا لك نادين. عندنا طلب انه ننهي مع بموسيقى، ننهي معك في اغنيه. اوكي. يعني ما بدنا نترك هيك، بدنا نودع الناس باغنيه انت اختاري. متابعي برنامج حلوه يا دنيا، الان عندنا مساحه لنختم بصوت وايضا عزف نادين الخالدي. شكرا لكم، تواصلكم، محبتكم. نلتقي ان شاء الله في الاسبوع القادم يوم الجمعه، وستكون الجمعه الأخيرة من عام 2020، وكل عام وأنتم بخير. نادين ميس، بتحبي تودعي إلى اللقاء؟ بدنا نختم بهذا الصوت الحلو، فهذا أحلى ختام. نادين الخالدي. أشكرك. شكرا. الدم الموسيقي العراقي في السويد والعالم. أشكرك. نختم مع بغداد شوبي، أول أغنية كتبت في طرباند وأول ليركس أنا كتبت. صحيح. alright. ويا كريد أرقص شوبي مو هذي رقصة محبوبي أنا، ويا كريد أغني تشوبي مو هذي غنوة محبوبي. من الخطوة الأولى
إيقاعك معروف من ريحة بلدي ودندن شعبي ومن النغمة الأولى علمني الموال إيدك بإيديا كأنك محبوبي ولا تواخذ لون عيوني إذا العين إجت بالعين ما تحلل لون جفوني بهذا الليل ولون الليل ما تواخذ لون عيوني إذا العين إجت بالعين ولون جفوني بهذا الليل ويا كريدة